مقاومه الانسولين دي بنعتبرها مؤشر في جسمك، المؤشر ده بنقدر نقيسه ليك في اي وقت. انت لما بتكون ما عندكش مقاومه انسولين بنسميك او بتبقى هنا كده شخص صحي، ولما بيبقى عندك مقاومه انسولين صغيره بنقول عليك شخص عنده مقاومه انسولين او بدايه ما قبل السكر. لو عندك كمان شويه مقاومه انسولين اكتر بتبقى هنا شخص عنده دخل على مرحله البري دايابيتك او مرحله بدايه السكر. لو زاد عندك بقى مقاومه الانسولين او بتبقى حاجه كبيره تبقى هنا شخص انت دايابيتك او عندك سكر من النوع التاني. وهنا بقى عشان تضيع مقاومه الانسولين او تضيعها خالص من عندك لازم تعمل كذا اسلوب ويكون الاسلوب صح. هنا عشان لازم تعمل برنامج كامل صح ومظبوط هو ده اللي ينزل مقاومه الانسولين، يكون عباره عن دايت معمول ليك ومناسب لحالتك ومناسب لهدفك كويس جدا، وبرنامج تمارين مقاومه مع برنامج مكملات بتساعدك على ان مقاومه الانسولين تقل على حسب مشاكل جسمك. اكتب لي في الكومنتات تحت مقاومه الانسولين، بالذات الناس اللي قاعده بعيد بره مصر، هبعت لك لينك فيه تفاصيل الباقات اللي ممكن تشترك فيها عشان تنزل مقاومه الانسولين.